نعم، الحقيقة هي أولا من الناحية النفسية أستاذ أحمد، يعني قد لا يخفى عليك يعني وأنت رجل عربي وجزء من البيئة العربية، أنه ما يقوم به الحوثي رغم أن هناك أصوات كثيرة بدأت تظهر لكي تدين تصرفات الحوثي ولكي تقف ضده، لكن ما زال هناك قطاع واسع جدا من الرأي العام، وربما يكون هو القطاع الأوسع الذي يرى فيما يحدث من قبل الحوثي هو بطولة وعظمة وشيء عظيم وشيء كذا، فما زال هناك تشجيع، ما زال هناك قدر كبير من اللاعقلانية في رؤيتنا لقضايانا، ما زلنا أسرى شعاراتنا، هذا من الناحية النفسية. ولكن المشكلة الأساسية كما يبدو لي الآن من الناحية الاستراتيجية أن الحوثي يرى، وربما هو محق في هذه الرؤية، أن الغرب منذ دخول العراق سنة 2003 لم يعد يفكر مطلقا وعلى رأس الولايات المتحدة في أنه يأتي بجيوشه وأساطيله في المنطقة لضرب أنظمة وإسقاطها وتغيير أنظمة أخرى محلها. يعني إحنا منذ 2003 ولحد الآن ربما ما يحصل الآن في غزة هي ثاني محاولة لإسقاط أنظمة في المنطقة، إذا افترضنا أنه حماس في غزة هي نظام، لإسقاط أنظمة وتغييرها. وطبعا كما نرى الثمن فادح وهائل ومدمر، ويكاد يدمر كل ما بنته إسرائيل في سنوات الماضية من سمعة على المستوى الدولي أو إلى آخره، كله يتحطم بفعل ما تقوم به إسرائيل من مذابح مروعة في غزة. فإذا الغرب هو يحجم، والغرب عندما أعلن مؤخرا عن قراره بمواجهة الحوثي هو يريد أن يخوض حرب مع الحوثي بالشوكة والسكين، يعني لا يريد أن تتوسخ أيديه أو تتقدر أيديه بدماء، لا يريد أن يصيب أحد بمقتل، لا يريد إلى آخره، وكل الأفعال أكاد أجزم حتى الآن إلا ما قل منها هو بمثابة رد، يعني هو يدافع عن نفسه، هو يرفض الصواريخ الحوثية أو مسيرات الحوثية أو إلى آخره، أكثر مما هو فعل مؤثر مباشر على قيادات الحوثيين مثلا، قواعدهم، على جيوشهم، على إلى آخره، ناهيك طبعا عن المدن والمجتمعات اليمنية التي نحن قطعا لا نتمنى ولا نؤيد مطلقا أي نوع من الإصابات التي تقع عليها. لكن الغرب ما زال حتى الآن برغم العملية اللي أعلنت عن الازدهار أو اسمها بهذا الشكل، هي الحقيقة عملية تهدف إلى حماية خطوط المواصلات وحماية السفن أكثر مما تهدف إلى الهجوم. هذا الأمر ربما يعرف الغرب أو لا يعرف، هو من القضايا التي تشجع الحوثي. الخسائر التي تسقط حتى الآن ومستواها في الحوثي هي من النوع الذي يشجع الحوثي على الاستمرار ولا يردعه أبدا. وهذه تكلم عنها أحد السفراء الغربيين، أعتقد سفير الولايات المتحدة السابق في اليمن، قال بما معناه أنه ما تقومون به هو بمثابة بونص أو مكافأة للحوثيين وليس عقوبة لهم كما تتخيلون، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون هذه الحقيقة أو لا، ولكن الغرب كما قلت يحذر كثيرا من عملية الانغماس أو الاندماج أو الدخول في أي نوع من الصراع المسلح، لا سيما في منطقة كثيرة الشبه وكثيرة المقارنة ممكن بأفغانستان اللي هي اليمن بجبالها ووهادها وإلى آخره وتجاربها الطويلة مع الجيوش في المنطقة، سواء التجربة الأخيرة للجيوش العربية الخليجية والسعودية أو التجربة السابقة للجيش المصري في الستينات طيب أو إلى آخره.